تقريبا بوها اليوم لعبة قوية تمام، أما سي بي عنده صغار، الوارب على اليوم عنده صغار ما شاء الله عليهم، إن شاء الله عندهم الثقة والجنينة إن شاء الله اثنين بشيء. إيه توا يقولوا النتيجة على في الأوراق، معطينا على الميدان سي بي قوية بالجمهور نتاعها يدز معاه من الدقيقة الأولى 90 إن شاء الله، إن شاء الله يتأهل إن شاء الله بقدرة معانا مع الجمهور يدز لآخر لحظة بتبيع فماش كيش يقولوا الجمعة مش معاه بالتيران، أما الغالب عطونا شوية سك هذه المشكلة. علاش 6000 يا طيب؟ علاش التيران هي 20000؟ علاش 6000؟ علاش العباد متحمسة؟ عندنا في بنزرت عندنا البحر والواحد والكورة، علاش 6000؟ علاش كان جات الكليوب هكا راه عطوها 25 40 عطوها، علاش؟ لا مربوح اي واثنين بشيء ان شاء الله، مربوحه ان شاء الله، مربوحه مربوحه على السيابيه وعلى الجمعيه. هي راهو الشامبيون اللي ولا ديبول ماتش كوره، هي ديجا نيفو طايح تاع كوره ورجعوها ديبول ماتش. اما عندنا طرح عندنا برشا صحيح في بعض على بعضنا ماناش فرد بول، واحده بلاي اوف واحده بلاي اوت، وهي خيارها واحده برك باش الجمعيات الكل تتنافس على نفس الحظوظ اللي عندها. ان شاء الله بقدرة ربي ربح بقدرة ربي. انا عندي الوالد اونسيان جوار هز شامبيون 48 49، واليوم برك نحكي معاه على مقابلات نادي الافريقي، قال لي كنت في كل ماتش ماركي بزوز بثلاثه، فهمت؟ الوالد لاعب مشهور من احسن ما خلقت نادي رياضه بنزرتي في رقم 7 شادلي بوزيت، مربوحه بقدرة ربي. زر لي فنيا كيما سي بي كيما الكلوب افريكان، فنيا ما عادش عندنا النيفو نتاع كوره، متقاربين لبعضهم، ما عندناش عن ملاعبيه طينه نتاع ملاعبيه نتاع بكري منصور صحيح مراد الغربي غميض بياري طرحه هذوك ما عادش موجوده، فهمت؟ هذوما الله ونيات اوكي يلعبوا ونشوفوا واش فما بعد. سكور سي بي ما نعرفش سكور قدام، سكور سي بي باش ترشح مربوح بلانتيات مربوح لا طرح كوب وان شاء الله مربوحه، فهمتني؟ طرح جواريات هذا وان شاء الله ربي معنا، ان شاء الله فينا ان شاء الله احلى رات، ان شاء الله احنا عشنا فرحه عندنا برشا ما فرحنا ان شاء الله نفرحوا هكا، وان شاء الله رات يونايتد ان شاء الله يا رب زوز واحد باين. طيب بن زيتون، طيب بن زيتون وفرشيشي ديما مع الزمايه في الفوق لوط احنا ديما معاه، والله ان شاء الله واحد بليست دقيقه 87. طيب بن زيتون مباراه ان شاء الله في المتناول ان شاء الله، فنيا كيب من البلاي اوف المرتبه الاولى كيف البلاي اوف المرتبه الاخرى، ان شاء الله تكون مباراة باهية كبيرة. انا ان شاء الله مربوحة كيف قالوا ديما ديما السيابي وديما السيابي اضراب نزلت هي من نهار القرعة، من نهار القرعة كي جاتنا النادي الافريقي العباد تهبلت، مش العباد هبلت، احنا اللي جينا مزرت مرحبا به الكليب الاتوال بن عروس اللي جينا مرحبا به، ان شاء الله واحد شيء ما يسالش ان شاء الله، المهم مربوحة ان شاء الله مربوحة وكاو ان شاء الله مربوحه الاولاد وديما سيابي وديما معك في كل مكان طلع اثنين شيء كانت قبل السيابي يزيهم يستاهلوا تاع يا سيابي اربعه بنات سرسور بدي يلعبنا ما لعبناش نربحوا الكلوب اليوم من الاخر فما اليوم باش نربحوا فما حتى احنا قاعدين نعيش اما الفوز او تكرار سيناريو 2007 زوج بلاش مربوحه نترشحوا بقدره ربي جمهورنا بزواريتنا بكل قدره ربي زوج بلاش قدره الاله مربوحه بقدره ربي كون النتيجه 2-1 سيابي سيابي عندنا مع انه برشا 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 اليوم تراو ثاني يوم ثالث بقدره ربي قدره ربي ما تراو بنزرت كان الخير ان شاء الله خويا زين ان شاء الله انتصروا حتى وحيد بلاش فيه البركه عندنا 3 سنين خويا ما واجهناش النادي الافريقي ان شاء الله تطلع مقابله باهيه وان شاء الله ننتصروا واحد بلاش وفيه البركه اخويا ان شاء الله زينه زين بلاش اليوم طيب بن زيتون طيب بن زيتون طيب بن زيتون زوز اليوم بنزرت قوم النادي الافريقي احنا بالنسبه لي نحن بالنسبه للدوري هذه الاتحاد المنسيري تنحى اخويا كيف ما لعبنا حد سيابي عنده وليدات صغار عنده ترينير باش يرجعوا الاجانب نتاعنا سيدو وكذا عندنا ثقه في ملاعبيتنا وما يربحنا حد بيحاولوا الليل كوب مروحين به بنزرت 3-0 خويا مع بلاش ضد النادي الافريقي على في الحقيقه محظوظين كي نلعب مع النادي الافريقي في الكوب ديما بحول الله نربحوا ان شاء الله ربي معنا ان شاء الله الجمهور يدز معنا اليوم ان شاء الله فيكتواريا ربي وفينا الفيرات ان شاء الله مباراة صعيبة عندك فوزي بوزات مدرب محنك باهر كازاليس عندهم يقول في روحه تكتيكيا باش تحكم فيها مباراة تسوى مباراة صعيبة على زوج فرق ما يسال النادي الافريقي بس ما يسال النادي الافريقي ان شاء الله واحد شايل السيابي ان شاء الله كي نربحوا اليوم باش تشوف الامبيونس على قاعده سال اخويا روحوا ربحين روحوا فرحانين